لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من شرم الشيخ مراسلنا محمد أبو عيطة. محمد، إذن افتتاح كبير، كلمات كثيرة قيلت في اتجاهات متعددة، أبرزها كلمة السيد الرئيس اليوم ومشاركات متعددة من شخصيات كبيرة حول العالم، لكن اللافت ربما هو نوعية المشاركين في هذا المنتدى من خارج مصر، يعني متخصصون من الشباب في مجال البيئة وفي مجال حقوق الإنسان، وأتوا لإثراء التجربة التي لديهم في بلدهم، كيف لاحظت ذلك؟ صحيح أحمد، تحياتي أولاً، وفعلاً هذه ملحوظة في محلها، لأنه اتساع قاعدة كل من تقدم لينال فرصة هنا للمشاركة في شرم الشيخ وعلى مدار الأشهر الماضية أوجد يعني قاعدة بيانات ضخمة بالنسبة لإدارة المنتدى لاختيار من بينهم لعدة مئات سيتم اختيارهم. تعلم أنه إدارة المنتدى قبل عدة أسابيع أعلنت بأنه عدد من تقدموا لينالوا هذه الفرصة حوالي 500 ألف من الشباب من جميع أنحاء العالم، وبالتالي هذا أعطى لديهم السعة والأريحية المطلوبة لكي يحصلوا على أكبر قدر من المؤثرين وصناع القرار ومن الانفلونسرز أو رواد السوشيال ميديا المشهورين وأيضا خريجي الجامعات المرموقة من جميع أنحاء العالم. وتعلم أنه كثير من الحضور هنا حاصلين إما قد بالفعل حصلوا على ماجستير أو أكثر أو دكتوراه حتى من جامعات مرموقة عالمية، وبالتالي لكي يكون يعني كل من يحضر إلى هنا لكي يكون إضافة ولكي يكون قادرا على بالفعل أن يعني يدلي بدلوه في أي مسألة تعرض عليه. تعلم أنه يعني خطورة وأهمية ودقة الملفات المطروحة على أجندة هذا المنتدى تجعل من اختيار العناصر التي يتم دعوتها إلى هكذا منتدى هي العنصر الأهم، ليس فقط اختيار الأجندة ولكن من سيتحدث ومن سيشارك في ورشات العمل ومن سيعد الأجندة التحضيرية للمنتدى وأيضا من سيشارك برأيه في السجالات والنقاشات المستمرة على مدار الأربعة أيام التي يعني يمتد المؤتمر في المنتدى في نسخته الرابعة عبرها. وبالتالي يعني عظم وأهمية المكون الشاب الذي حضر جعلت من الجلسة الافتتاحية جلسة ثرية للغاية. بعد ذلك ابتدأت الجلسة الأولى وكانت بها نقاشات، وكما تابعنا جميعا نقاشات هامة ومتعمقة في العالم ما قبل كورونا وما حدث في أثناءه ومن ثم فيما بعده، وكيف للاقتصاد الاقتصادات الوطنية أن تستعيد عافيتها من جديد خلال الفترة المقبلة، فضلا طبعا عن هذه المشاعر الدافئة التي أثرتها الجلسة الافتتاحية من حديث من مختلف ألوان الجنس البشري ومن مختلف ثقافات وشعوب العالم عبر ممثليهم هنا الذين أتوا إلى مدينة شرم الشيخ ليتحدثوا عن ضرورة توحيد الإنسانية من جديد وتوحدها في الفترة الحالية والمقبلة ما دامت إذن هي بالفعل تواجه عدو واحد هو عدو الجنس البشري بشكل عام. وبالتالي فإنه كل هذه العناصر السابقة أعطت دفعة للنقاشات وأعطت أيضا زخما كبيرا للأجندة التي يتم مناقشتها وأعطت أبعادا أكثر دلالة في خلال اليوم الأول. أحمد، محمد، يعني الشباب مشاركون من 196 دولة، عدد كبير منهم، نحن نتحدث عن أمم متحدة موجودة الآن في شرم الشيخ لكنها أمم متحدة شبابية، والموضوع صحيح. بدأ منذ ورش العمل قبل الافتتاح بيومين وممتد طوال الأيام الأربع أيام العمل الرسمي للمنتدى. أتوقع الآن أن تكون هناك مجموعات صغيرة منتشرة متناثرة في أروقة هذا المؤتمر من جنسيات أيضا مختلفة، ربما النقاش سيكون أكثر شخصية هذه المرة وربما سيكون هناك تقارب شخصي بين جنسيات مختلفة، وهذا أحد أهداف المنتدى بشكل كبير. هذا المشهد كيف تراه الآن؟ صحيح أحمد، لابد أيضا أن أشير أنه يعني أغلب الحضور من هنا من الشباب وكما تعلم قد توافدوا على مدار الخمسة أيام الماضية، وبالتالي هذا تسنى لهم وأعطاهم الفرصة لتكوين صداقات والتعارف فيما بينهم على اختلاف ثقافتهم وأجناسهم ولغاتهم. وبالتالي وبعد أن بدأت ورش العمل منذ صباح السبت وحتى مساء الأحد، هذا أعطى أيضا إليهم فرصة لتكوين فرق. تعلم أنه عددا من ورش العمل كانت تختص بالبحث في قضايا التنمية المستدامة واستدامة المياه ومواجهة التغيرات المناخية وما إلى ذلك، وبالتالي كانت هذه النقاشات تنصب
طبعا بهدف أن تعطي أجندة أولية لأعمال هذا المنتدى بدءا من اليوم، ولكن كانت هذه النقاشات تتم في حضور باحثين من جنسيات مختلفة، من الشباب أنفسهم، من الذين شاركوا، وطبعا حاصلين على كما ذكرت دكتوراه في جامعات عديدة ومشهود لها بالكفاءة والترتيب العالمي المتقدم. وبالتالي كل هذه النقاشات كان يجب لكي تؤتي ثمرها وتخرج بورقات عمل بحثية وتوصيات قابلة للتطبيق ووضعها موضع الاختبار بالفعل في الفترة المقبلة، كان لكي يحدث كل هذا كان لابد من تكوين فرق عمل بعد أن يعني تعرف الشباب من مختلف الجنسيات على بعضهم. أشير أيضا إلى أنه بعض من الشباب المشاركين كان قد سبق لهم إما أن شاركوا في واحدة من الفعاليات في مصر في أوقات سابقة، وإما أيضا كانوا قد شاركوا في نسخ سابقة من منتدى شباب العالم، وتعلم أنه بدأ في العام 17 واستمر في 18 و19 ثم توقف لبعض الوقت حتى هذه النسخة. أيضا فإنه خلال هذه النسخة وكما تعلم فإنه يعني مسرح النقاش وحلقة النقاش لن تتوقف هنا عند شرم الشيخ، ولكن أيضا كما تابعنا في الصباح الباكر فإنه هناك عديد من الضيوف من مسؤولين رفيعي المستوى قد أدلوا بكلماتهم الافتتاحية من خلال كلمات فيديو مسجلة ومشاركات حية عبر تطبيقات الإنترنت، وبالتالي هذا أعطى طبعا يعني منحة آخر للتأثير وللحصول على آراء لأكبر عدد ممكن من المختصين وصناع القرار والمسؤولين في جميع دول العالم. بالفعل محمد، يعني هذا المؤتمر هو أحد محفزات النقاش العالمية. نعم، بشكرك جدا مراسلنا محمد أبو عيطة الموجود الآن في منتدى الشباب العالمي في شرم الشيخ.